القدس تي في، عيش الخبر أينما كنت. ضمن حملة أطلقتها شبكة المنظمات الأهلية البيئية للتدخل في قضايا الرأي العام التي تخص مشاكل البيئة الفلسطينية، جاءت هذه الورشة للدعم باتجاه إنشاء شرطة بيئية. هاي الورشة هي خلاصة لعدة تشاورات ومشاورات مع وزارة شؤون البيئة لتشكيل جسم تنفيذي للقوانين البيئية الفلسطينية وتفعيلها. التخصص في العمل هو شعار ترفعه الشرطة الفلسطينية وتقوم من أجله بعدة دورات، لكنها إلى الآن تقوم بدور الشرطة البيئية. نحن كشرطة فلسطينية عملنا في الموضوع البيئي كثيرا، وتلقينا كثير من الشكاوى وتابعناها وقدمنا المخالفين للقضاء. اقتراح وجود شرطة بيئية هو اقتراح قد يبحث في قيادة الشرطة وقد يتم التعاطي معه أو إيجاد شكل بديل له، لكن هو اقتراح يترك للقيادة. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب وتويتر.